اهلا اعزائي المتابعين. طبعا تشوفون بي اس ار اي 360 ام اي. هذا الكيبورد صغير وفنان وحلو، نازل بلونين، اللون هذا اللي تشوفونه هذا اللون زين، وفي اللون هذا الخشبي كذلك. صديقي محمد راح الحين يعزف عليه وراح يقول لكم شو الميزات، يعني اللي يحب انه يكون عنده بيانو فنان صغير في البيت رخيص، هذا صراحة موديل حلو. محمد قلنا أول شيء شو الميزات اللي فيه؟ دوت أحلى حاجة فيه صوت البيانو. صوت البيانو زين، دوس على الجراند بيانو وتضرب ألترا وايد ستيريو، أوكي، يخلي لك الصوت كبير كأنك على الستيج. كأنك على الستيج. وتدوس سستين كمان، وفي سستين برا. أوكي، وتدوس دوسة طويلة هنا يدخلك على الماستر إيكولايزر. تمام، ماكسر ايكولايزر، انواع ماكسر ايكولايزر، في انواع تختار البيانو. اخترنا البيانو رقم 4. اوكي، بيانو، ففي صوت بيانو رهيب يعني. اعزف لنا شوي عليه. زين محمد، كم سعر هذا ال دوت؟ حوالي 900 درهم. 900 درهم مع الضريبة، ها؟ مع الضريبة 900 درهم. طيب ان شاء الله، شكرا شكرا.